كثير من مدمني التكنولوجيا من تسحرهم آخر صيحات الهواتف الذكية أصبحوا عرضة للاختراق والتجسس، حيث كشف مؤخراً أحد مستخدمي تطبيق بريسكوب للبث المباشر على الإنترنت ثغرة كبيرة تمكنه من اختراق قفل الهاتف بتقنية نظام التعرف على الوجوه، وذلك بعرض صورة صاحبه أمام الكاميرا. هذه الخدمة التي أضافتها سامسونج في هواتفها الجديدة جالاكسي S8 وجالاكسي S8 بلس في ولاية نيويورك الأمريكية. الخاصية هذه الفائدة الخاصية ما كانت في الهواتف النقال الجديدة، وخاصة سامسونج اللي أنا في أسويت يديفيروي الهاتف تاعه لا ريكونيسونس فاسيال، يعني الهاتف يعقل المستخدم صاحب الهاتف ويسمح له أنه الهاتف ريكونيسونس فاسيال. كاين واحد المصنعين راح يديروا دي ميزاجور يصلحوا فيها هذه الأخطاء، خاصة أنه جالاكسي S8 هذا، لأنه هذه التكنولوجيا راح تتعمم في جميع الهواتف مهما كان نوع الأندرويد أو iOS أو ويندوز. خبراء تكنولوجيا ينصحون بضرورة قراءة تعليمات الأمان للهواتف قبل استعمالها، وكذا تطبيق التحديثات عند الاتصال بالإنترنت. احنا نقولوا برك المستخدمين لما يعملوا اي حاجه يقراوا قبل يسابليك لي ميزور دو سيكوريتي بار كي سون لي قد يعطيها الصانع الهاتف قبل ما يستخدموا الهاتف كونستيت، وتكون لي ميزاجور ما يطولوش يفو لي زابليكي باسكو سي دي ميزاجور دو سيكوريتي للصانع الهاتف، راح يتاكد ملي كاين دي فاي هذوما وراح يصلحهم، لانه خاصه سامسونج ما راحش تعاود الخطا اللي دارته في الجالاكسي نوت 7. عالم التكنولوجيا ورغم ميزاته الكثيرة إلا أنه لا يخلو من المخاطر المتعددة والتي منها القرصنة، لذلك قبل الدخول لهذا العالم وجب معرفة المنتج جيداً مع ضرورة تطبيق الحماية والأمان.